السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في قناتكم سعد ويب. اخوكم سعد. الفيديو اللي مو واحد فيديو زوين بزاف، غنشرحوا فيه واحد من اشهر واكبر واضخم المواقع اللي هو يا كينافس بشكل مباشر جوجل، واي حاجه كتخيلها كاينه في جوجل كاينه فيها حتى هو. الموقع الشهير ياندكس، الموقع الروسي اللي كنظن ان بزاف فيكم غادي يعرفوا، هذا لما كانش الاغلبيه الساحقه يكون كيعرفوا. هذا الموقع هذا عنده واحد الخدمه ممكن اننا نربحوا منها فلوس عن طريق انجاز بعض المهام اللي كتساعد الموقع في الخدمات ديالو، باش كيستعان بها باش يطور الخدمات ديالو، او كيستعانوا بمواقع اخرين باش يطوروا الخدمات ديالهم ولا يكتشفوا اخطاء في مواقع ولا في اي سيرفيس كيقدموه. اكيد ما غاديش يبغي شي حاجه روبو، فاكيد خاص بنادم هو اللي يتحقق بنفسه، لذلك كيستعان بزاف الناس خدامين فيه باش يعاونوه ولا يعاونوا الموقع اللي كيستعانوا به باش يكتشفوا اخطاء ولا يصحوا ليه مسائل معينه، وفي نفس الوقت كيربحوا بعض الدولارات. اوكي، بزاف الناس كيشوفوا هاد البلانات ديال شرح المواقع هما مجرد مجالات اللي خايبه، فانا ما كنعتارضش مع حتى شي واحد اللي ما مهتمش فما يشوفش الفيديو. انا فقط كان هاد الفيديوهات هادو كنوجههم للناس الدراري المبتدئين اللي باقيين ما كيعرفوش كيفاش يخدموا في الانترنت، فباغيين مسائل سهله، فقط مواقع اللي يستعانوا بهم باش يدخلوا واخا غير دولار في النار. فهاد الشروحات هادو كيكونوا موجه لهم بشكل مباشر. فان شاء الله غنتعرفوا على هاد الموقع هذا، كيفاش نتسجلوا فيه وكيفاش خدموا فيه وشنو المهام اللي نقدروا نجلسوا فيه وشحال نقدروا نربحوا فيه في النهار او شحال نقدروا نخرجوا ديال الفلوس منه، يعني الحد الادنى للسحب ديالو. فكل شيء غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو، فنتلاقاو بعد الانترو. ولكن قبل ما يبدا الانترو بغيت نوه الاخوان انني عندي حساب تيك توك، كنتمنى ان الدراري يجيو للتيك توك يدعموني فيه، غير يتابوناو فيه وفيه محتوى ترفيهي حاليا. كنفكر نزيد نطور المحتوى وندير فيه محتوى ثقافي، محتوى معلومات في تشيد الخدمه ولا تشيد العمل من الانترنت. المهم حتى نشوف المحتوى اللي غادي يناسبني، ولكن الاهم هو بغيت ندير فيه لي لايف اللي نهضر مع الدراري اللي كيهتمين بالربح من الانترنت، مهتمين بالريسكي، مهتمين باي مجال، واللي عنده استشاره باغيني نفيدو فيها، اللي عنده شي سؤال شي تساؤل اي حاجه. بزاف الناس كيجيو عندي الواتساب كيبغيوني نهضروا في شي موضوع معين ولا يستشروا معايا شي مساله معينه، لذلك التيك توك غادي يكون افيده مثاليه باش كاع الدراري يستافدوا. دائما الرابط ديال التيك توك ديالي كتلقاوه في الديسكريبسيون، فادخلوا اللي حاولوا تدخلوا ليه وتابوناو بلا ما تعكزوا. اوكي، ما نطولش عليكم، دوزوا تلاقوا بعد الانترنت. السلام عليكم خوتي من جديد. الموقع ديالنا وهو تولوكا. هذا الموقع هذا وهو موقع من سيرفيس ولا موقع تابع محرك البحث ياندكس او شركه ياندكس، اللي هذا الموقع هذا كتعتمد عليه باش تطور الخدمات ديالها، او مواقع اخرين كيعتمدوا على هذا الموقع هذا باش يطوروا الخدمات ديالهم. كاين بزاف ديال المهام اللي تقدر انك تنجزهم، واللي زوين في الموقع في مهام باللغه العربيه، يعني حتى اللي ما عندوش مع لونغ ولا فرونسي يقدر يدير مهام باللغه العربيه. كما كتشوف دابا انايا مختار اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه واللغه العربيه هما اللي كنفهم فيهم، فكتلعوا ليا المهام اللي انا نقدر انا ننجزهم. فكاع هادشي هادو مهام، داكوغ، فكاع هادشي هادو مهام، كل مهمه وشحال تقدر انك تربح فيها. بحال هذا فقط اكزام، كنظنش انك تربح فيه شي حاجه. ملي كتكليكي على هاد شو ديتيلز كتلقى هنايا لي ديتيلز اللي تقدر انك ديرهم. مثلا هذا غير اكزام، هذا اكزام، هذا اكزام، هذا ترينين، فقط ترينين. دابا الاخوان من يلاه كتبدا كيعطوك اغلبيه ترينين، والترينين هو كتربح فيه، ولكن قبل ما تبدا انك تخدم فخاصك ضروري انك دير واحد ترينين باش يحدوا المستوى ديالك، وايضا انت تفهم وتعرف كيفاش تخدم. داكور، فجينا هنايا شو ديتيلز تيقول لك في الترينين هذا افيراج ايرنين بير هاور وهو $2، يعني كل تاسك كديرها كتربح عليها 0.10 سنت ولا 0.1 سنت لمده ساعه، وهذا غير افيراج، يعني تقدر انك تنجز المهام بسرعه. مثلا فهمت تقول لك ساعه، فتقدر انك تنجز في 30 دقيقه، مثلا في ديك نص ساعه تقدر تربح فيها $2. داكوغ، هنا مثلا تيقول لك 0.01 لدينا الشو ديتيلز، تيقول لك مثلا في الساعة تقدر انك تربح 0.1 سنت، في النهار تقدر تربح 0.19 سنت. كل مهمة وشنو كدير فيها. مثلا هذه اللي ديال العشرات كتربح فيها $2 في النهار، فكذا كنا هي الانستركشنز اللي تقدر انك التعليمات تقدر انك تتبعهم. مثلا تقول لك FR evaluation ولا traduction française، شحال بيني وبين فرنسي انا evaluation
تقييم كتقيم تراديكسيون كيعرضوا لك دي تراديكسيون داكشي كتفهم فرونسي كتشوف تراديكسيون واش سليمه ولا ماشي سليمه صافي كتبقى غادي كتقول اما سليمه اما ماشي سليمه داكوغ هذا كلاسيفيكيشن اوف ايميجز تقدر تكليكي على انتروداكشن كتلقاه هنايا شفتي انا شفته اوكي الاخوان هذا الموقع هذا من البداية انا كنت قرات سياسات السياسه ديالهم كيقول لك انك ممكن انك حيت كاين انت بعض لي تاسك كيعتمدوا على السمع مثلا تسمع الكلمه وتكتبها بحال بنادم كيقلب كتسمع انت شنو كيقلب وكتحاول تكتب داك الشيء اللي كيقلب عليه تيحضروك بانك ممكن انك تسمع كلمات بذيئه سيئه نابيه يعني كلام خايب ممكن انك تشوف تصاور خايبين ممكن انك فهمتي كيف ما شفنا دابا حيت دابا هذا هما ادولت برودكت منتجات لي بلس 18 منتجات للكبار فقط داكوغ فما تخدموش في هذا الشيء هذا داكوغ ما تخدموش في هذا الشيء شوفوا شي مهمه زوينه وكتناسب القيم ديالكم هنا تقول لك تقييم الاستجابه لطلب الموسيقى يعني كتشوف الواحد كيبحث على شي حاجه مثلا نديرو ترينين بداو شي مهمه مثلا هذه تقدر انك تقرا هنا تعليمات باش تخدم مزيان نديرو كلوز داكوغ هنا نديرو الكابتشا حيت انا ديجا درت واحد المهمه ربحت فيها في 0-2 غير باش نشرح لكم دابا غنبقى لك في كل من كتبدا تكرر المهام كيعطوك الكابتشا هنا كيعطيك الوقت مثلا هنا كيعطيك واحد 20 دقيقه خاصك تكمل فيها هادشي هذا الا ما كملتيش في هاد 20 دقيقه كتسمى بانك بحال ما كملتيش التاسك داكوغ فمثلا هنا كتشوف انه كيعطيوك النص مثلا هذا كيقلب على بيغين طنطان شي حاجه بحال هكا اسم الاغنيه صاحب القناه مثلا كتقلب عليه في جوجل كتشوف كيفاش هو صافي هو هذا بيغين يعني اغنيه كاينه بصح كتقلب كتشوف المحتوى اللي معارضينه كتشوف واش هو نيت شوزن طنطان مثلا صافي الا كان هو كدير لي نعم كتجي الاخرى اغنيه الافتتاحيه مثلا هذه اغنيه ديال الانيم كيقول لك واش كيقلب على يقول لك واش الجواب مرتبط يعني كتسم الاغنيه طنطن صافي مرتبط كدير لي نعم هنا هذاك قلب على عبد المجيد عبد الله عليهم صابر كتلقاه كنقول لك عليهم صابر هنا كتشوف الالبوم واش هو نيت صافي سينجل عليهم صابر صافي كدير لي نعم كتبقى غادي بحال ما هكا صافي ديروا نعم كتكمل كدير سابميت هنا كيصحوا لك يقول لك هذا راه ماشي هي هذيك صافي انا عندي غير هذا الخطا هذا طلب على يقول لك الطالب عن مقطع موسيقى محدد وهو موجود في الالبوم من الاجابه ولكن تقريبا جميع الاغاني الاخرى من الاجابه غير مرتبطه بالطالب يعني ان الاجابه غير متعلقه بالطالب كترجع الدليله هذه حتى هي عندنا شي مشكل نديروا لي فين نعم صافي نديروا سابميت عاوتاني اوكي شحال ربحنا 0-3 صافي صافي ثانك يو صافي حنا سمعنا ولات عندي 0-5 وكتشوف كاين بزاف راه كاينين مهام لي غالي خاص غير الواحد يكمل هاد الترين هادو الترينين هادو يكملهم وهاد لي اكزام هادو يكملهم غادي يولي يتحل لكم مهام لي غاليين وهنا في الجنب عندنا تقدر انك تحدد شنو هو النوع يعني مثلا الناس اللي ما مهتميش بهادشي ديال الجنس هادشي ديال سميتو يقدر هاد البلس 18 يحيدها باش ما يبقاوش يظهروا لي هذوك ديال الادولت شي لعيبه ديال الادولت ديال البالغين صافي هنا الفوق تقدر انك تصفح على حسب المهام الجديده اللي ضافت هنا على حسب البرايس الاغلى حتى الاقل سعر هذا الفافوريت ليست اللي كتخدم فيهم بزاف وهذا ريكومندد فيرست يعني داكشي اللي الموقع كي بروبوزي عليك صافي بحال ما كتخدم كتكمل الا بغيتي تسحب كتجي لهنايا هاد الفلوس اللي عندك هنا بالخضر عندك يا اما باي بال يا اما بيبيرا يا اما بايونير كل وحده وشحال تقدر انك تسحب من شحال الحد الادنى للسحب جينا هنايا ريد مور غنلقاو بان باي بال مثلا الحد الادنى للسحب من 0-2 سنت حتى $1 على حسب الكورنسي ولا حسب يعني بعض العوامل اللي كيدخلوا في هذه المساله ديال تحديد الحد الادنى ولكن نقدروا نقولوا اقصى حاله فهو دولار هو الحد الادنى للسحب الا بغيتي تسحب بالبايونير فيكون عندك الحد الادنى للسحب هو $20 كاين عندنا هذا الكيوي
ما بينش ليا. المهم من 0.5 حتى $1، وعندنا هاد البيبيرات هي راه كاينه من 0.5 حتى $5 لحد عندنا السحب. اغلبيه كيخدموا غير بباي بال، واللي عنده بايونير يقدر انه يلينكي لينك البنك ديالو ديال بايونير واللي يسلم الارباح ديالو في بايونير. اوكي دابا عرفنا الموقع، عرفنا كيفاش كيخدم، عرفنا بزاف الحوايج، كيبقى اكتشاف والمهام الاخرين اللي تبغيتو يعني حيت ما كاينش غير المهمه اللي نجزتها، ماشي هي المهمه الوحيده، كاين بزاف المهام ومختلف الاشكال. فانت يا نتوما يعني تخدموا داكشي اللي عندكم. دابا غنتعرفوا على طريقه التسجيل في الموقع، هي الناس اللي كيتسناوها على الرغم انها سهله، ولكن غادي نمشي معكم ايطاب باغ ايطاب حتى الناس المبتدئين يكونوا درنا معاهم كلشي. اللين ديال الموقع غتلقاوه في الديسكريبسيون، اللين ديال الموقع غتلقاوه في الديسكريبسيون، غتدخلوا ليه. اول حاجه غديروا ستارت ايرنينغ ماني بحال هكا، حيت كاين عندنا هادي اي ام ريدي تو ايرن ماني، الناس اللي باغيين يربحوا الفلوس، وكاين هادي الناس اللي باغيين هما باغيين يحطوا باغيين يستاندوا بهاد الموقع هذا باش يديروا باش يصحوا الاخطاء في المشاريع ديالهم ولا يختبروا المشاريع ديالهم. داكوغ ديروا هنا ساين اب، بغيت تسجل عن طريق المايل، بغيت تسجل عن طريق الفون. مثلا نديروا المايل، نديروا اليوزر نيم مثلا هنا، نديروا كرييت اي دي، نديروا فيرست نيم لاست نيم، نديروا لوجين مثلا سعيد ويب واحد، هنا كندخلوا باسورد الموبايل ديالك، نشوفوا واش هانيه، لا ضروري تدخل الموبايل ديالك، ديروا بلوس 212، ديروا سيند كود، غادي يوصلنا كود في الهاتف ديالنا، خاصنا ندخلو 112.002 ريجستر، صافي اكسبت، ديروا سكيب لهاد الخطوة هادي. داكوغ دابا ديروا هنايا تاريخ الميلاد ديالنا، نجيو لهنايا اختاروا هنايا العام، الشهر، أوه. هنا الدولة مروكو، أكيد لحسب نتا فين غادي يختلفوا المهام. كنظن بأنك على حسب، حيت ممكن أن الناس اللي كيديروا المشاريع ديالهم يقدروا يحدوا فين بغاو في الناس اللي يبغاوهم انهم ينجزوا لهم هاد المهام. كنظن بان ممكن اعلم كونتينيو. هنا كيعطيوك تحدد اللغه اللي كتفهمها، مثلا انايا وملي كتحدد تحط اللغه هنايا كيوليو يظهروا لك لي تاسك غير اللي كيدعموا هاد اللغه هادي. مثلا عربيه، فرنسي، انجليش، هادشي اللي كنفهم. ديرو ستارت ايرنين، صافي انفو ديال ستارت ايرنين غتوجه مباشره لهاد الصفحه هادي وتبدا انك تخدم. شوف لي برايس، الحساب البرايس، وشوف اغلى وحاول تنجز المهام. مثلا هذا كيطلب دي اوديو في الساعه، تقدر تربح دولار ونص في الساعه الواحده. انتروديكسيون، الا ما فهمتيش لهادشي هذا جوجل تراديكسيون خويا، جوجل تراديكسيون. عندنا ان فرونت انجلش هادي ها هي، تقول لك امامك النص والصوت الذي يتم نطقه فيه، يجب عليك وضع حدود بدايه ونهايه النص المنطوق باستخدام اشرطه التمرير المقابله، يجب تعيين الحدود في اقرب مكان، يعني بحال داكشي بحال المونتاج. صافي هما عطينك وكل شيء باين، راه داكشي يعني بين الصوت بلا ما تقراه كاع، راه واشي بلا ما تقراه داكشي باين. هذا حتى هويا من هنايا غيسالي هنايا، هذا حتى هو من هنايا غيسالي هنايا، هذا هنا غيسالي هن. المهم واش نطولوا عليكم، كان هذا هو الشرح ديال الفيديو هذا، نتمنى انكم استفدتوا من فهم هذا الموقع هذا، الرابط ديالو في الديسكريبسيون اللي بغيت تسجل فيه ويستافد منه. ما تنساوناش واحد لايك، اشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله، ودوزو عندي التيك توك. Wow.